الرضا داشي كاب العيش صوت سلسي عبد الحميد أبو الشاف. سي عبد الحميد الخياط صوت سلسي عبد الحميد أبو الشاف. سي بلخدي سي بلخدي الحسن صوت سلسي عبد الحميد أبو الشاف. 12 سي أبو الشاف 13 سي أبو الشاف 14 سي أبو الشاف. أولا كنشكر كذلك الإخوان حتى هما صوتوا الشهيدة كنشكروا حجر هذا الشهر جنب جنب. طبيعة الحال كتعرفوا بأنه البلد اليوم هو أكبر منتصر من هذه المحطة هذه قبل 4 شتنبر يعني مع بداية انتخاب الغرف المهنية. الوضع المغرب اليوم الحمد لله ينفجر كينبوع من الماء لأنه الوضع اليوم ما كاينش الدول اللي غتعطينا دروس في الديمقراطية. المغرب اليوم الحمد لله مرتاح من هذه الناحية هذه. والعملية ديال اليوم ديال انتخاب رئيس ومجلس العمالة ديال طنجة أصيلة يواكب هذه الدينامية وهذه الرغبة وهذه الإرادة التي لا رجعة فيها وهي الديمقراطية. نهنئ السيد الرئيس الجديد الأخ عبد الحميد برشان اللي هو صديق، ونؤكد من هذا المنبر بأنه سنواكب العمل دياله بجدية وبتفاني بدون عرقلة. غيكون عمل فيه دينامية وفيه جدية من ناحية ديال المعارضة، ونتمنى أن النتيجة تبان في أرض الواقع. الحمد لله مرت العملية ديال الانتخاب ديال كشخصي أنا كرئيس مجلس العمالة اللي وجب واحد التوافق مع إخوان ديال العدالة والتنمية وكذلك بما فيهم الأحرار هما اللي صوتوا علينا وجميع الأحزاب السياسية اللي صوتت. وهذا الشيء الحمد لله كنشكرهم بزاف على هذه الثقة اللي وضعوها فينا. وحنا كتعرفوا البرنامج ديالنا واللي غنركزوا عليه إن شاء الله في هذه 6 سنوات هو غادي نركزوا على العالم القروي تماشيا مع خطاب ديال صاحب الجلالة ديال 20 غشت. كذلك حنا كنا هذا البرنامج سبق خدمنا فيه في الولايه اللي فاتت، ودابا غتكون التكميل ديالها ان شاء الله باش يكون العالم القروي عندنا اللي كيعرف واحد الحله ان شاء الله وواحد التنميه قويه فيما يخص الطرق والتعليم والصحه. وحنا ما غادي نخلوش وغادي نشتغلوا بجديه باش كذلك نكونوا عن هاد الثقه اللي وضعوا فينا الناخبين والسكان ديال العماله ديال طنجه اصيله. حنا غنكونوا راه الاشاره ديالهم والله يوفقنا.